يعني مشاهدي محمد ديال بريس، السلام عليكم. في برنامج تحقيق كنتواجدوا امام النافوره ديال حي الرشيديه 3. هاد النافوره هذه اللي صرح السيد امين بوخراز المسؤول عن الاشغال العموميه بجماعه المحمديه في الدوره ديال المجلس البلدي هذا الصباح، اكد على ان هاد النافوره هذه اول ما بدا المجلس ديالهم انها كانت فيها بزاف ديال الاعطاب. جمله من الاعطاب جا هاد المجلس هذا وقام بالاصلاح ديالها، وقال ان النافوره ديال حي الرشيديه 3 باللي انها راها خدامه. اصلاح هذه النافورات، وبدانا اولا بنافوره الرشيديه التي كانت معطله، حيث انها الان اصبحت جاهزه وتشتغل. اليوم كنوقفوا على هاد النافوره هذه برفقه عدد من الفاعلين الجمعويين وعدد من المواطنين هنا بحي الرشيديه 3، اللي غادي يزيدوا يزكيوا لنا على ان هاد النافوره هذه راها ما كانتش خدامه يعني من مده طويله. اذا معنا السي حنين، السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الجمعيه وسمية تحيه نضاليه وجمعويه، فاعل جمعوي وحقوقي من الاخوه الفاعلين الجمعويين بحي الرشيديه. طبعا كما كتشوف وكما اكدتي الان، هذا الموضوع ديال النافوره حنا تكلمنا عليه مرارا وتكرارا، وحنا باش ما نبقاوش غادي نخرجوا ديريكت، باش نقتصروا شويه الكلام، باش ما يبقاش حقر. حنا غير كان عندنا مشاحنات ولا مشادات مع الاخ امين بوخراز، حنا باش ما نبقاوش كل مره نكذبوه. النافوره هذه غدا قال لك مصوبه، غدا بغينا نشوفوها شاعله. معنا واحد من المواطنين، السلام عليكم. السلام ورحمه الله اخ خالد. نعم. هاد النافوره راه معلمه وصافي، راه ما خدامه ما حتى شي حاجه، راه كيحطوها كيبقى تخدموها شهر وراه طافيه، ما خدامه ما حتى شي حاجه، ما كنصادروا منها والو، الزبال وحتى شي حاجه. شحال دابا باش ما خدامهاش؟ وشحال هادي راه قبل من رمضان ما خدامه، قبل من الكوفيد ما خدامهاش، من قبل. نعم. قبل من الكوفيد ما خدامهاش، راه كتشوف فيها الزبال والاعشاب. دابا غير المشكل اللي دابا غير المشكل اللي كاين هو انها راه الا ما خدماتش واحد المده طويله يعني غادي يوقع عليها واحد المشكل في لا ميكانيك. لا ميكانيك التروتين ديال هذوك الرومينيات، كل شيء غيصدي، كل شيء صافي، باغي يبقى هو حاط واقفين. كان ديفو صغير غادي يوليو فيها بزاف ديفوات كبار، ولات الكلاب الضاله كتسكن فيها وصافي، هذيك مجمع للكلاب الضاله فقط. حنا غنساو سيدي، قالها الصباح ولا قالها البارح، غدا سيدي بغينا نشوفوا هاد النافوره خدامه باش نحبسوا. المسؤولين امام السيد الباشا وامام الرئيسه وامام الاعضاء ديال المجلس البلدي قال بالحرف على انها راه خدامه ومن مده وهي راه خدامه. الكتابات ديالنا والمراسلات ديالنا كتدل على اساس انها شحال هادي ما خداماش، راه عيب عيب انه يقول تصريح خدامه، هادي راه شحال هادي وهي طافيه، وعندنا اللي اكد داك الشيء. وحنا فعلا هاد الشيء بغينا نطرقوا ليه، لان الفاعلين الجمعويين عندنا بحي الرشيديه مقدمين طلب لعقد لقاء مع السيده الرئيسه شحال هادي وما جاوبتناش عليه، لمناقشه بزاف النقط ومن ضمنها هاد النافوره هادي، بزاف الحوايج حنايا. من بين هاد الحوايج الاخرين؟ طبعا نتناقشوا معاهم فيما يتعلق بالمدرسه اللي خرجت اللي تقررت في الدورات اللي فاتت. المدرسة الرياضية اللي تقررت في الدورات واللي تخصص لها واحد الميزانية، دابا الآن حنا كنشوفوها كتلاشى وغادي تاني يدمصوها. الخصص اللي كنعانيو هنايا بما يسمى الوليدات ديالنا، بما يسمى ملاعب القرب الرياضية، أماكن الترفيه للصغار، هادو كاع نقاط كنا حنا تناقشوا معاهم. كل شيء الرشيدية عريانة، راه كان هذا هو الخاتم ديال اللي مكسي داك اللي كاسي داك العريان هو هاد النافوره، ورغم ذلك هي عميه دابا جافه عميه. انا الرشيديه ما فيها حتى حاجه، اللي يجيو يقولوا لينا يتصرحوا كما كنصرحوا حنايا دابا، يعطوا عاد تصريحات ويكذبونا، يقولوا لينا لا الرشيديه ها فيها وها فيها وها فيها. اذا هنا كيجرني واحد السؤال، علاش رئيسه الجماعه ديال المحمديه او لا اي عضو بجماعة محمدية علاش ما كيديرش واحد اللقاءات تواصلية كبحال الرؤساء السابقين؟ حنا ما كنطبلوش الرؤساء السابقين، ولكن الزيارة التواصلية مع السكان راه مزيانة بين المنتخب وبين المواطن، علاش ما كيتمش التواصل؟ طبعا هذه هي هذه بما يسمى بـ المقاربة التشاركية اللي خصها تكون واللي خصها تفعل، ما كيفعلوهاش.
ما كتفعلش ما كتفعلش، ولو كان كانت كتفعل كانت غادا تحل بزاف الامور وبزاف الاشكاليات. وهذه المقاربه التشاركيه ضروريه. خير دليل انه حتى هذاك القرار اللي خدوه ديال المدرسه دابا اللي هو باقي حتى هو غادي يتلاشى ويتضمص بهذه اللغه هذه، راه حنا خداوه عا بوحده وما استشروا لا مع الجمعيات لا مع الساكنه لا مع حتى شي حاجه. وحنا غادي نبقاو ديما كنعانيو من هذا الشيء. حنا حي الرشيديه ما فهمتش هذا المغزى هذا، واش خاصهم يتلاقاو على الناس مديولهم ولا صحابهم ولا ما فهمتش. كاينه شي حاجه اللي خبيته صراحه في هذه المواقف هذه وهذه المعامله اللي كيتعاملوا بها مع حي الرشيديه. هذه ماشي حتى معامله سياسيه او اقتصاديه او جماعيه، هذه معامله خبيته كيتعاملوا بها مع الناس ديال حي الرشيديه. وهاد الناس ديال الرشيديه راه ما يستحقوش هاد الاهمال والتهميش اللي كيعيشوا هاد الناس هادو. تحيه كروك سي حنين على هاد الكلمات اللي قلتي وعلى الغيره ديالك على الحي ديالكم اللي هو الرشيديه. تحياتي خويا، وكنشكركم حتى نتوما لانه المنبر ديالكم صراحه متحرك وغيور ونشيط. نتمنى لكم التوفيق، وحنا راه الاشاره وحنا وديا كنعاودوها باش ما نكذبوش الاخ سي امين بوخراز. الا كانت هاد النافوره خدامه غدا غيخدموا لنا غنطلوا عليها وغادي نشكروه، نديروا تصريح ونشكروه ونقولوا صحيح راه فعلا خدامه. الريبورتاج هذا اللي كننقلوا لكم من حي الرشيديه 3 حول هذه النافوره هذه معنا فاعل جمعوي. السلام عليكم. معكم عمر ايشو فاعل جمعوي بحي الرشيديه. لقيتكم انا تتكلموا واقيلا على النافوره. هذه النافوره هذه كانت خاسره بعدا، ما كان فيها لا اضاءه ما كان فيها لا اضاءه لا والو، وكانت عامره بكلاب الله ما تشوفوا فيها. درنا طلبنا السي البيضوري، السي البيضوري طلبناه شخصيا انا والاخ سعيد مراسلات مع ليديك وما صيبنا الاضاءه هادو. دابا النافوره هذه خاسرين عليها 3 مليون ديال الدرهم، 3 مليون ديال الدرهم وما خداماش. السي البيضوري هو اللي تكلف لينا بهذ الاضاءه هذه وشكرناه مرات عديده، والنافوره على مزيد 3 مليون ديال الدرهم وما خداماش. ما بقاوش يضحكوا علينا حنايا اصلا. شحال هي خاسره؟ حتى ما عام. فين هو العساس ديالها؟ فين هو العساس ديالها؟ فين هو العساس؟ فين هو العساس؟ حيدوه. كان عساس يحضيها بالليل كان تينقيها ويجري على الدراري واللي كان مقابل كل شيء، راه هو الباب ديال لاكاف هذاك الصوصول تحكي تما. العساس فينا والعساس ما خدامش جالس. دابا المشكل كما قلنا قبيله يعني الا ما خدماتش راه بزاف ديال لا ميكانيك ديالها كيخسر. شوف هذا المجلس هذا كنا عاقلين عليه امال كثيره في جميع المجالات، ولكن هذا ما بينوا لنا والو، لا ملاعب القرب لا فضاءات الالعاب لا نافوره لا ازبال، راه هما حتى لا تواصل مع الساكنه. تاش من غير يجيو غير يوعدوكم ما كايناش. ومن نهار جاء شوف انا نعطيك السي خالد، السي خالد انا نجي معاك انا نجي معاك. اسمع شي الجرده ديال الجرده ديال بي شكون صايبها؟ ولاد بي. ها هو كان تيتكلف هو واحد الدري عالي، هما اللي كانوا تي شاك جور في العشيه من 5 حتى 10 الليل تينقيوها ويسقيوها. حتى داز 4 شهور عاب جاو صحاب جاردينيه جاو قال لك حنا غنقيو، جاو جوج سيمانات ما بقيناش شناهم. نعم واخا الاضافه اللي عندك. طبعا كما قال كتذكير كما قال الاخ عمر، كل ما ينجز بحي الرشيديه فهو من ابناء حي الرشيديه فقط. نعم. من الفاعلين ومن الساكنين ومن الشباب الغيور ديال حي الرشيديه، كل ما ينجز بحي الرشيديه هو فقط من ابناء حي الرشيديه الغيورين شبابها وصغارها وكبارها فقط. اما الجماعه او المسؤولين لا علاقه لهم بحي الرشيديه، كانها دوله خارج من الدوله المغربيه. واخا هذه فرصه، شنو هي اهم المطالب ديالكم بحي الرشيديه هذه مناسبه؟ كنا درنا سمع نجيك الصراحه، كنا درنا واحد لقاء تواصلي مع السي عنتاره في المجلس، كان واحد اللقاء كان السي عنتاره كان اصحاب ليديك كانوا شركه ديال النظافه قبل اس او اس هما جاو. دار معنا اول حركه دار معنا السي عنتاره هو حل لنا دار المطالعه لمده شحال من سنه وهي مسدوده. فالغد لي حلها 14 الغد لي حلها راهي تحلات، ولكن فيناش كما هذا المجلس ما متبع والو. حلوها وجلسوا، كنا درنا معاهم ملاعب قرب ما داروا لنا والو. هدرنا هذاك العام في الدوره، هذاك العام في الدوره داز مدرسه رياضيه هنايا. فينا هي؟ ليش راه سنا؟ انا هضرت مع ملك الفت، فكنا في واحد الحفل قالت لي كونوا هانين هاد المدرسه الرياضيه غادا تكون كون ما شفنا والو عام هادي. فينا هي؟ وداز في الدوره وداز الميزانيه ديالها.
شوف خلينا نجيك من الاخر، ما كاين لا ملاعب القرى، ما كاين لا فضاءات الالعاب، وبسببهم هما هذا المجلس هذا، بسببهم هما هذا المجلس هذا، بسببهم هذا المجلس هذا الشباب تيضيع، حيت فين تيبغي يلعب ما كاينش فين غادي يلعب. واحد الرسالة مباشرة للرئيسة. شوف الرئيسة حاليا مغلوب على الأمر ديالها، ما داش معنا والو، بما ما عمرها جات الرشيدية، بما أنها رئيسة وغيكون فين المقاربة التشاركية ما بين الساكنين والمجتمع، ما فينا هي عمرها جات كاع. كان البيضوري تيجي صراحة، البيضوري كان تيجي تيشرف معنا بزاف د الحوايج، هي عمرنا شناها، عطيونا شي ملعب فين يلعبوا الدراري. الرئيس خاصو يخرج ويسمع المطالب ديال السكان صراحة. ولاد الساكنة إلا بغينا نلعبوا كرة خاصنا نطلعوا لاغنوريا، نخلصوا 40 فرنك باش نلعبوا. علاش؟ مالنا حنا أنا بوفرية خاصنا 40 فرنك، خاصو تيران ولا مشيو طرونطروا. علاش ما يديروش ملاعب القرب؟ ياك سيدنا الله ينصرو عطانا مشاريع من كاين مخطط على طريق السيارة تكون فيه ملاعب القرب فينا هما. دابا حنا خاص هادو تيتفلاو علينا. ما كاينش معامل. السلعة عثماني نعطيك مثال، السلعة عثماني قال لنا مستشفى إقليمي فينا هو. تضحك علينا حنايا؟ ما بقيناش بغيناهم حنا صافي، حنا فقدنا الأمل في هذوك العدالة والتنمية، ما بقيناش بغيناهم. حنا بغينا شي واحد يطلع، بغينا شي واحد يجي يخدم معنا ويخدم مع وليداش، عطاه الله ما يدار. طلع ما يدار هادو لا اله الا الله اي بعدو منا وصافي. شكرا شكرا على الكلمه. اخر كلمه اخر كلمه هي غادي نقولها باش يفهموا هادوك الناس، لا يمكن اخضرار الاوراق الجافه فما بالكم بالاوراق المحروقه. تحياتي. نذكركم اولا ان جميع النافورات كانت معطله قبل تحملنا مسؤوليه القسم التقني وقبل مجيء المجلس الحالي، وقد اخذنا على عاتقنا في القسم باصلاح هذه النافورات، وبدانا اولا بنافوره الراشديه التي كانت معطله، حيث انها الان اصبحت جاهزه وتشتغل.